وانا بحيي لعيبتي اللعيبه المصريين كل اللي بيلعبوا في كل انحاء مصر، بقول لهم انتوا على راسي من فوق، والكوره مكسب وخساره، وانتوا عملتوا اللي عليكم، والناس كلها عملت اللي عليها وكلهم خسرانين. وبتقولي نفسك تشوفيهم ونفسي كنت اشوفهم على الطبيعي. والله لو شافوك من شارع هيلفوا من الشارع التاني. والله العظيم بالعكس حضرتك انت فاهم غلط. الفنانين الفنانين بتحب وهي كوره تمنع ايه عن الفن؟ ده فن يا استاذ وائل، احنا انت فاكرين الدنيا غلط خالص، انتوا واخدينها بسكه تانيه خالص. الفنان ده حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه طبعًا جدا. طبعا والفن والرياضه الحقيقه مكملان لبعضهم البعض. الله. يعني ازاي انت فاكر لما كانوا يعملوا ليالي التلفزيون؟ هو ده مش فن؟ فين الحاجات الحلوه بتاعت مصر؟ بدل ما نتكلم بقى فيفي عبده هي اللي خربت الميدوليال ده ولا اسمه ايه؟ المونديال. انا مالي ومال المونديال؟ طب ليه ما يكونش الاستاذ توك توك بتاعهم هو اللي خربها؟ انا مالي كوبر يعني كوبر. انت بدل اوبر وكريم في اوبر وكريم توك توك. هو توك توك بقى عشان ما احتس في الاسم. طيب يعني خلينا كده ناخد خطوه خطوه من الكلام اللي انا سمعته كمان، او خلينا اشوف فيفي عبده اول ما وصلت، يعني البعض بدا يتداول هذه الفيديوهات خاصه بقى ايه يعني ايوه بقى وخمسه مواه وقالوا كده احنا مهزومين يعني. طب اسمعها قبل ما تنفعلي، اسمعها. ايوه بقى قول يا رب انت لايف، قول يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله باذنك يا رب، كلكم قولوا يا رب، اللي بيحب ربنا قول يا رب ان شاء الله. قول يا حمزه ارفع العلم يا حمزه بقى. يعني يا استاذ وائل الفيديو ده في مطار مصر. من مطار مصر احنا بنقول يا رب، واللي بيحب ربنا يقول يا رب، قلناش غير كده يعني. من مطار مصر عملوه في موسكو. قول لي نعمل ايه بقى؟ وقالوا ده في فندق اللاعبين. ده في مصر، ده في مصر في المطار. قول لي بقى طيب ايه بقى ايوه بقى شعار المرحله دي؟ ده ايوه بقى يعني ان شاء الله مثلا. ايوه بقى بقول ايوه بقى ادعوا من ربنا. يعني الناس بقى اول ما تسمع ايوه بقى بتاعت في عبد ده فيقول لك بس كده، اللي يبقى فيه يعني في حاجه جايه مش كويسه. لا في حاجات كتير عندي انا ايوه بقى ولا بالعكس، انا ليا مصطلحات كتير قوي الناس بتحبها، وجمهوري يعني جمهور اللي هو جمهور كفيفي عبده بيحبوني في اسلوبي معاهم. ايه دخلوا ده بقى في مطار مصر بقى في مطار موسكو؟ اجمل حاجه سمعتها والله التعليق عندنا بتاعت الفيفا هيغير اسمه الى ايه؟ فيفا عبده. يا سلام، ما انا رقصت له. ها؟ رقصت له. والمكتب بتاعي اسمه فيه برضه للانتاج الفني فيفا. اه والله يا اه والله. ال ايه؟ انتخاب فيفا. لا في الفيفا يغير اسمه الى فيفا عبده. والله احنا شعب دمه شربات. احنا شعب دمه شربات. هتروح كده تيجي كده، احنا المصريين دمنا زي العسل. اهو انتخاب فيفا عبده رئيسا للفيفا. طيب اهو وشوفي فيفا وفيفا. ها ما جبناش حاجه من عندنا اسم. اسم اهو. والله يا استاذ ده والله اضحكي بقى انت عاملاه يعني اهو الجو، حتى ما تاخدهاش باكتئاب. تعالي بقى نكتئب تاني.